السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة يحترف العود، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعلم من خلاله كيفية التلاعب مع الجوابات والقرارات على آلة العود، وكيف أوصلت عزفي من خلال هذه الطريقة على آلة العود من خلال شرح بسيط وواضح. مشاهدينا الكرام، كل من لديه صعوبة في العزف على آلة العود أو يواجه صعوبة في الريشة أو من ناحية الفرداش أو كل ما يتعلق بالعزف على آلة العود، سواء مستوى مبتدئ أو متوسط أو فوق المتوسط، ما عليه سوى التواصل معنا ويحصل على برنامج خاص ومتابعة خاصة طيلة مدة الاشتراك حتى يحصل على نتائج في العزف ويصبح عزفه محترم ويمكنه أن يستمتع بالعزف على آلة العود. كما أن هناك موسوعات جاهزة مشاهدينا الكرام أشرح فيها التقاسيم واللمسات الاحترافية والأغاني، ويعني هذه موسوعة ضخمة جدا لمن ليس لديه وقت لكي يشترك أو يلتزم مع أستاذ أو يذهب إلى معهد، فهي جاهزة لمن أراد الحصول عليها، ما عليه سوى التواصل معنا ويحصل عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم. فهي مفيدة طبعا جدا وتجعل من العازف يحس بأنه يعزف بشكل طربي وفيه شجن وسلطنة. كما أريد أن أشكر جميع المتابعين الذين يتفاعلون معنا من خلال تعليقاتهم ومن خلال تواصلهم معنا على الخاص، أشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى أن تزيد هذه القناة إلى عدد كبير من المشاهدين لكي نبدأ إن شاء الله برنامج يكون جميل جدا من ناحية شرح الأغاني وشرح الأشياء التي يجب علينا أن نشرحها بشكل جميل جدا ليستفيد الجميع، حتى يكون عدد كبير من الناس ويستفيدوا وينشروا هذه الفيديوهات إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، حتى لا نطيل في الكلام، لنبدأ بشرح الدرس. كما استمعتم لهذه التقاسيم التي عزفتها في الأول، هناك تلاعب بين الأوتار من خلال الجوابات والقرار، وهذا يجعل عزفي ليس فارغ، يعني فارغ ربما أعزف هذه الجملة مثلا، أنا سمعت فقط سي بمول، يعني ليس هناك أي شيء آخر، لكن إذا أضفت عليها هذا العزف على سبيل المثال، سمعت بأن هناك سي بيمول في القرار. لاحظ معي علامة سي بيمول في القرار، ما هي مدتها التي تستمر في إصدار صوت سي بيمول، يعني مدة ليست قصيرة، يعني هذه مدة ليست قصيرة، يعني تسمع سي، يعني هذا ليس هناك فراغ في العزف. مثلا نسمع سي الجواب وفي نفس الوقت لازال صوت سي بيمول في القرار، هذا عزف يكون فيه يعني عزف يعني متكامل. الطريقة الأولى
تناغم. انا عزفت سي بيمول هنا يعني، ولكن لم اترك هذا الاصبع. اذا تركت الاصبع ستنتهي سي بيمول في اللحظه التي تركت فيها الاصبع. اوكي، اذا اترك الاصبع يعني كلما سمحت لي الفرصه. وانا اعزف مثلا، عزفت هنا سول لا سي 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 دو سي سو، ولا زالت سي بيمول القرار مسموعه. لاحظ معي تجربه ثانيه، قمت بتوقيف علامه ضو وسي بيمول في الجواب، واستمعنا الى سي بيمول في القرار يعني مدتها طويله. وهذا الذي يسمع العازف المتوسط او المبتدئ ويقول كيف يتم هذا العزف الذي نشعر به بانه عزف جميل وفيه سلطنه على اله العود. اذا هذا ما سوف نتكلم عنه بشكل كاشاره في هذا الدرس، لان الموضوع كبير جدا ويحتاج الى ربما دروس كثيره، لكن سنشير الى ما هو سيفيدنا من خلال هذا الدرس. اذا المشاهدين الكرام، على سبيل المثال مقام الكورد من درجه ري يكون كالشكل التالي: ري مي بيمول فا سول لا سي بيمول دو ري. وبالرجوع يكون نفس الشيء، ونعزف هذا المقام في نصف الوضع. نصف الوضع يعني في مكان التقاء مكان المفاتيح مع هذا الزند، هنا يكون نصف الوضع. إذا تقدمت يعني سنتيمين أو ثلاث أو أقل راح يكون الوضع الأول. إذا نركز حتى نعزف مي بيمول بشكل سهل، لأنها تأتي في أول الخط. يعني بهذا الشكل عزفنا مقام الكورد هنا. ممتاز، هذه الخطوة الأولى. إذا تابعني أخي أو أختي المتابع حتى يكون الأمر دقيق ومفهوم بشكل جيد. أول شيء نعزف ري. ممتاز، استمعنا إلى علامة ري. أين هي هذه العلامة في الجواب؟ يعني في الصوت الغليظ، سنبحث عليها. إذا كان هذا الوتر السادس، طبعا لمن لديه وتر سادس، إذا كان اسمه ري فسنكتفي بضرب الوتر ري مطلق. إذا كان هذا الوتر السادس مدوزا على دو فسنجد الجواب أو القرار هنا بالإصبع الثاني. طبعا إذا لاحظ معي، ممتاز، الآن وجدنا علامة واحدة وهي العلامة الأولى من هذا المقام. المسألة الثانية وهي نعزف العلامة الثانية وهي مي بيمول. مي بيمول أين توجد؟ سأبحث عليها. عزفت ري ري مي بيمول يعني قريبة منها، هنا ري وهنا مي بيمول بالإصبع الثالث. الآن ممتاز، عزفنا علامتين يعني ممتاز. نستمر للعلامة الثالثة فا. أنا هذا الوتر الخامس مدوزا على اسم فا، إذا سهل جدا أعزف فا. إذا الجملة، إذا نفس الجملة. أوكي، نزيد إلى سول، وجدنا سول، بعدها نعزف لا هي الوتر الرابع مطلق. سي بيمول توجد في الخط هنا فوق مي بيمول. إذا سي بيمول دو توجد هنا في الخط يعني الوتر الرابع في بالإصبع الثالث. وأخيرا علامة ري بالإصبع الثاني وهي الوتر الثالث يعني الذي بدأنا منه. إذا سنسمي هذا يكون الجواب. الجواب
القرار، هذا قرار القرار، وربما نجد علامة لي في هذا المكان نسميها جواب جواب. أوكي، إذا ما علينا، هذا جواب قرار قرار القرار. إذا عزفنا السلم في القرار والجواب، إذا نعزف السلم كامل. إذا نفس النغمة. ممتاز، إذا وجدنا العلامات في القرار والجواب، هذا مبدئيا وجدناها فهذا جيد، لكن يجب على العازف أن يحفظها بطريقة تكون كأنك تتنفس، يعني بطريقة مهضومة جدا. لماذا؟ لأنها ستوفر لي سرعة الأداء. مثلا عندما أعزف جملة، يعني على سبيل المثال أنا عندما أذكر مثلا الجواب وبإحساسي أحب أن أذكر القرار، بسرعة أتوجه إلى الإصبع الذي سيعزف لي العلامة المطلوبة دون أي مشكل. أوكي، يعني هذا مبدئيا. الآن بعض التمرين حتى يكون يسهل علي هذا الأمر، مثلا أعزف جملة، عزفت ري مي فا سول لا، وأذكر الجواب في لا، لا فرداش. هذه بداية جميلة. لا سي دو ري دو سي سي، سي بيمول طبعا، سي لا سول فا فا، لا سول سول فا مي بيمول، سول فا مي فا مي ري. إذن هذه بعض التمارين البسيطة، يعني حتى أنا أعزف في البداية شوي تكون عشوائية، لكن عندما أكون تدربت على هذا التمرين طبعا لمدة ليست بالقصيرة حتى يكون هذا التطبيق مكتسب، يعني ليست مدة قصيرة، يحتاج إلى أسبوع أسبوعين أو ثلاث أو شهر أو حتى شهرين، لكن إذا تمكنت منه راح تصبح مبدع في العزف من ناحية هذه الأشياء. يعني على سبيل المثال سأعزف تقسيمة نطبق في هذه الأمور. Thank you.
إذا هذا عزف يعني بسيط سريع حتى نوضح هذه التطبيقات للعزف. يعني وهناك أيضا مسألة أخرى نراها عند العازفين، مثلا عندما يعزف مقام الرصد على سبيل المثال، نجد هذه التطبيقات كثيرة جدا. مثال في استخدام الجوابات، يعني سأطبق نفس الذي شرحت لكم في هذا الدرس من خلال مقام الكرد، سيطبق على جميع المقامات. يعني أدرس المقام في الجواب، أبحث عليه في القرار، وهكذا أتعلم كيفية التناغم ما بين النغمات. يعني وهناك موضوع، هذا الموضوع يعني كبير، هناك دروس كثيرة جدا. إذا المشاهدين الكرام، أتمنى أن أكون خفيفة على قلوبكم، وهذا الدرس مهم جدا وجميل، أتمنى أن تتوفقوا فيه. وطبعا مشاهدينا الكرام، كل من يحتاج مساعدات في تعليم العزف على آلة العود أو يشارك في دورات معنا، فالتسجيل مفتوح للجميع. وتحياتي لكم، ولا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد لما ننزله على هذه القناة. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في انتظار درس قادم إن شاء الله.